مما ينبغي على آداب طالب العلم، أو مما ينبغي في آداب طالب العلم، أن يحرص على أدب الخلاف، أن يحرص على أدب الخلاف واحترام العلماء، لا سيما من الأئمة السابقين. لا ينبغي لأحد أن يطعن في الإمام أبي حنيفة، ولا في الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولا في الإمام مالك بن أنس، ولا في الإمام أحمد، ولا في الأوزاعي، ولا في الليث بن سعد، ولا في سفيان بن عيينة، ولا في سفيان الثوري، ولا في تلك الكوكبة والنخبة من علماء الإسلام. فإن الطعن فيهم، من طعن فيهم فهو على غير منهج السلف، وليس من منهج السلف إلا حفظ مكانة العلماء التي حفظها الله عز وجل وقرنهم باسمه في شهادته وشهادة الملائكة بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك أيضاً ينبغي أن نحرص كل الحرص على توقيرهم والتأدب معهم، وإن أخطأوا فهم ليسوا بمعصومين، لكن خطأ العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فالطعن في العلماء ليس على من ذكرهم بغير الجميل، فهو على غير سواء السبيل، كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. ولهذا ضرب الأئمة أروع الأمثلة في سلامة صدورهم وفي صيانة قلوبهم أن تحمل غلاً أو حقداً على أحد من المسلمين. الإمام الشافعي رحمه الله يخرج من بغداد ويقول: خرجت من بغداد وليس فيها أروع ولا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من الإمام أحمد. والإمام أحمد يقوم آخر الليل ويدعو ويرفع يديه يدعو للإمام الشافعي. هذه هي آداب العلماء، وهذه هي أخلاق العلماء. فما بالنا نجد اليوم في بعض المنتسبين إلى العلم يطعن بالعلماء ويزري بهم ويتهمهم ويأخذ الوشايات والدعايات المضللة عنهم. فليحذر طالب العلم أن يلقى الله عز وجل وقد ولغ لسانه بعرض أحد من أهل العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ألا ما أحرى طلبة العلم اليوم أن يتحلوا بمثل هذه الآداب، ويعذروا بعضهم بعضاً في مسائل الخلاف، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم. كذلك أيها الإخوة، من معالم هويتنا الإسلامية أنها تتبع العلم العمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليس علمنا محصوراً في القلوب ولا موجوداً على الأرفف في المكتبات، وإنما هو علم ينزل إلى الميدان. إذا سمعت الله أكبر تبادر إلى الصلاة، وتكون على عقيدة سليمة صحيحة، تكون حريصاً على السنة، تكون محياً آثار سلف هذه الأمة، تكون حريصاً على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، وإلى التخلق بالأخلاق الإسلامية، وإلى القيام بأعمال البر والخير كلها في كل مجال من المجالات. وسابع هذه المعالم أن هويتنا الإسلامية تقوم على وحدتنا الدينية وأخوتنا الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه هي الأخوة الإسلامية التي بتوفيق الله عز وجل تسامت عن الإقليميات: العربي والعجمي والإفريقي والآسيوي. كلنا إخوة في الله، كلنا مسلمون، كلنا متحابون في الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. خرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فيا أيها الإخوة الذين أعزكم الله بهذا الدين، نحن إخوة، نحن مسلمون جميعا، وإن اختلفنا، هذا سعودي وهذا ماليزي وهذا أفريقي وهذا آسيوي، لكن إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أخذناه مقام الوالد. سابع هذه المعالم أيها الإخوة في الله، أننا أمة تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله والاطلاع بها مهمة الأنبياء والمرسلين، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الرقيقة، بالمشاعر النبيلة، بالأخلاق العليا، بالشمائل الكريمة. هذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا هو منهج الدعوة إلى الله، ليس سفكاً للدماء، ولا هتكاً للأموال والأعراض، ولا تخريباً في البلاد والمقدرات والمكتسبات، وإنما رفق وحكمة وصبر وحلم وموعظة حسنة ومجادلة بالحسنى. إلى متى وبعض الناس يجهل شريعة الله عز وجل في الدعوة إلى الله، ويعلن سفك الدماء وتكفير المسلمين وتدميرهم وسفك دماء